السلام عليكم ورحمة الله تعالى أخوان المهندسين، حياكم الله وبياكم على قناة مهندس موقع. طبعا في موضوع جدا جدا مهم بأعمال العزل في الحمامات، وهو لما نعمل نحن عزل. مثلا عندنا نوع العزل هون ممبرين. الممبرين هو عبارة عن مادة يتم لصقها بالنار حتى تسيح، فتلتصق على الجدار. الجدار طبعا ما لازم يكون طابوق، هاي أول ملاحظة. لازم يكون عليه بلاستر عشان إيش ما يكون في فراغات، يعني نلاحظ أن الطابوق فيه فراغات، فهاي الفراغات تتشكل ورا العازل، مما يؤدي بعدين في المستقبل إلى إنه العازل يزال بسبب وجود هذه الفراغات. ولازم يكون كله معمول بلاستر. شوف هنا، هذا غلط، هذا الشيء. هذه أول نقطة، إن يكون بلاستر. ثاني شيء، إن يكون العازل جاي فوق لفل السيراميك، يعني لو كان السيراميك لهنا مثلا، العازل يجب أن يرتفع. لو ارتفع 3 سنتي 4 سنتي اتس اوكي، لكن هنا المشكلة في هذا الحمام، في عمل هذا المقاول، إنه راح يكون ليفل السيراميك فوق العازل، كما نرى العازل تحت والسيراميك فوق. فالمي عندما تأتي راح تنزل ورا العازل، وبالتالي راح يكون في تسريب إلى الأدوار التي تحت، وهذه مشكلة كبيرة صراحة. يعني أنت كمهندس موقع يجب أن ترفض العمل حتى يتم عمل بلاستر لهذه المنطقة بالكامل، ومن ثم رفع مستوى العازل لو 5 سنتي إلى الأعلى حتى يكون أعلى من السيراميك 3 سنتي، تمام. ومن ثم يتم استكمال أعمال السيراميك للحمامات. إذن هذا الشغل يعتبر مرفوض حتى يتم رفع العازل حوالي 5 سنتي أو 10 سنتي، كل ما ارتفع كان أفضل، لكن 5 سنتي كافي إن شاء الله. ومن ثم يتم استكمال أعمال السيراميك. إذن الخطوة المهمة إنه العازل ما ينعمل على طابوق، العازل يجب أن يكون معمول على بلاستر حتى لا تشكل فراغات. الملاحظة الثانية إنه العازل لازم يكون مرتفع مينيموم، خلينا نقول 10 سنتي، 10 سنتي عن ليفل السيراميك. شكرا لمتابعتكم على قناة مهندس موقع، حياكم الله وبياكم.